بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رعه الله برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الكويت الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قياده سموه الحكيمه واشاد جلالته في هذه المناسبه بما تشهده دوله الكويت من انجازات حضاريه وتنمويه شامله عززت دورها البارز ورسخت مكانتها وسط المجتمع الدولي. كما اشاد جلالته باواصر عمق العلاقات الاخويه التاريخيه التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو متصاعد على كافه الاصعده والمستويات. مؤكدا جلالته حرص مملكه البحرين على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات الثنائيه المتميزه بين البلدين في شتى مجالات اوجه العمل والتعاون المشترك بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المتبادله